يبونا نربط اسلاك جسمه. يا عمي شنو هذا؟ هذا المسكين جاء عند افضل حلاق في افضل دكتور في العالم. هذا الحبيب محتاج ان احنا نغير له رجله. متاكد تبي رجل جديده؟ شوف هذا الحبيب يبي رجل آلي. هذا المقطع راح نلعب لعبة محاكي الدكتور بنظارة الواقع الافتراضي. اليوم راح يكون عندنا الحلقة الثانية من اللعبة، نزل الحلقة الأولى وأتوقع أن في عدد كبير عجبتهم اللعبة هذه، فراح نكمل اليوم إن شاء الله مع بعض في العمليات الرهيبة. طبعا لا تنسون زر اللايك، اشتراك معنا في القناة، ويلا على طول خلنا نبتدي. أوكي يا إخوان، اليوم عندنا هذا المسكين اللي ما أدري وش. بسم الله عليك، بسم الله عليك، معلش معلش. طيب شنو هذا؟ أنت من هاجم عليك وفي سكين هنا يا ساتر. دقيقة خلنا نشيلها. شلنا السكين، رميها بعيد. زين شيء اللي بعده، شو اسوي؟ ادرينالين؟ لا ما نحتاج ادرينالين، نحتاج هذا 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 هذا. خلينا نحاول نوقف نزيف الدم. يلا 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 يلا. اوكي وقفنا اللي هني، خلينا نحاول نوقف اللي هني بعد. معليش تصبر تصبر يا طيب، انت في ايدي امينه، ما عليك ايدي امينه. كفو اللي بعده. معليش معليش صبر صبر الحبيب، صبر تصبر. اوكي حلو حلو حلو، حط هذا هني. الشيء اللي بعده، الشيء اللي بعده. اوكي يبونا نربط اسلاك جسمه. يا عمي شنو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مات مات يا جماعه مات. نحاول مره ثانيه، وهذه المره لازم نكون اسرع شوي. هات هذا، هات هذا بسرعه 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 اسرع 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 اسرع. لازم نوقف الدم اسرع. هني الدم وقف، هني بعد هني بعد. اسرع 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 اسرع. يلا حلو. اوكي وقف الدم، حلو وقفنا النزيف. ابشركم يا جماعه، الخطوه اللي بعدها نحتاج ان احنا نربط الاسلاك. هات السلك هذا، دقيقه هات هذا السلك. يا عمي اتركني مع هذا السلك. يا عمي شبكهم في بعض، ليتس جو. شبكنا اول سلك، نروح للسلك قلبه. هذا السلك الخاص بقلبه، اسحب هذا قبل لا يموت. دقيقة صعب. لا دقات قلبك، وقفهم شوي يا عمي، وقف شوي. ايوه ليتس جو ليتس جو. اوكي خلينا نربط خلينا نربط. لا هذا ما له دخل، هذا ما له دخل. خلينا نحاول نربط الجروح شوي شوي. دقيقة ايوه 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 حلو، هاي تمام. نروح لقلبه. انت شلون شلون شلون؟ انت اكيد من داخل مضاربة، انا باين عليك باين عليك. اسرع اسرع. كفو كفو، ها تمام. ياس يا جماعة نجحنا في المهمة، كفو علينا وجبنا ايه بلاس بلاس، معناته كنا اسطوريين. هذا المسكين جاء عند افضل حلاق في قصدي افضل دكتور في العالم. هذا الحبيب جاي يبينا نغير له اسنان. يا ساتر اسنان، والله يبينا غير الاسنان كامل. شوف حتى ايدي قامت ترجف يا عمي كلهم. لا 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 تاكل دقيقة، خلنا نسوي لك اسنان جديدة. انزين في مطرقة شيء؟ دريل دريل اشوف يا عمي. دقيقه خلينا نشوف يا عمي هذا كيف راح اتفاهم معاه. يا اوه هذه الادوات حقت الدكتور الاسنان. ها شو يسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها شو يسوي؟ اي والله طيحون. دقيقه وات ذا هيل، وين منت وين منت يا عمي؟ بعد لسانك او هذا هيش بعد لسان، بعد لسانك بعد لسان التعبان هذا. ما اقدر يا اخي، يا لسانك يا هذه يصير نقص لسانك يا عمي. قوم قوم شيل لسانك التعبان. ايوه ايوه كانك بلعت هذا يا اخوان، هذا بلع السن. شوي شوي قوم. ايوه شوف بوزك هذا بيطيحون لحالهم، كان انتظرتهم يطيحون. جيت لي يا الله. دقيقة 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 دقيقة. هات ايوه اسنانك يا طيب. زين اسنانك ممتازة، ايش ليش؟ ايش بتغيرهم؟ ما فهمت، اسنانه زينة كلهم زينين. ايوه ايوه الجهة هذه بعد. ها كيف بس؟ شوف الدكتور في هذه اللحظة بالذات يحب يسولف. كيف حالك؟ طيب انت شو لسان؟ والله والله لسان هذا ممتاز. المهم يا حبيبي يا حبيبي شيل الاسنان شيل الاسنان. لا لا تاكل، ها لا تاكل دقيقه.
دقيقة أنا خلنا أتعلم كيف أمسك إيدي. أوكي. طاح يا عمي. شلون لبس الأسنان؟ لا 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 معلش دقيقة يا حبيبي دقيقة. يا طيب أنت عندك لسان ممل. أكلش سو أي شيء. أكل أنا متأكد إن هذا أفضل. كيف يا أخي موزك صغير يا أخي. دقيقة موزة صغير أنا مو قادر أمسك. زين أخيراً يا الله. دقيقة ايوه امسك زين ايوه ها يا عمي. نجحت اعتبروني نجحت في العمل لانها مهمة سهلة يعني. اللي بعده يا ابوي. لا اله الا الله هذا الحبيب محتاج ان احنا نغير له رجله. متأكد تبي رجل جديدة؟ شوفوا هذا الحبيب يبي رجل آلي. أوكي رجل آلي أفضل من رجل الإنسان الطبيعي لأن هذه أذكى وأحسن وأفضل وأرهب. فلهذا راح نغير على طول له رجله. لا تحاتي ما عليك هاي الشغلة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاجين مطرقة؟ لا هاي مطرقة عشان نفجر راسه. لا هذه خلاها على جنب. محتاجين منشار؟ إي هذا أكيد محتاجينه. ومحتاجين هذا بعد يوقف النزيف. أشوف زين. زين صح والله صبغ وجهه. المهم بسم الله شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسف سامحني طيب. زين لا الدم اهم شيء الدم لا يطلع. ما نقصت الحين يا عمي. رجل قوية يا اخوان. هذا رجل قوية. دقيقة ها رجل قوية هذا يمكن ينفع. هي الدم وقف يا حبيبي. رجلك قوية بزيادة. هذا كيف يا عمي؟ انت ما تحتاجها. شو اسوي لك الحين؟ شلون هذا؟ والله ما ادري. اذا يا جماعه الحبيب مات وما عرفنا نعدي هذه المرحله ابدا. فخبرونا يا جماعه توقعون وش الحل عشان نقدر ان احنا نغير رجله. فاعطونا لايكاتكم ودعمكم. خلكم متحمسين الحلقه الجايه اللي باذن الله راح تكون حلقه افضل. نشوفكم على خير ومع السلامه. اللايك امر مهم طق ولا تهتم. انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم. ماذا جيشنا يا عم؟ ولا سيال الصوره تتنقل على كل فم. باشتراك تنضم وهذه أسهل وسيلة. يا قناة للصغار والكبار وتعتبر جميلة.